اخرى فريد على قناه انفاس بريس كما العاده وكل اعاده فيها افاده. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا اولياء اباء وامهات التلاميذ يعني الاساتذه دايرين احتجاج ضد وزاره التعليم. في هذا السياق الاساتذه رفضوا يحطوا النقاط للتلاميذ في المسار. نشوفوا الرد ديال الامهات والاباء ديال التلاميذ اشنو غيقولوا لنا. اجوا معايا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. كي جاتك اخويا دابا الاساتذه عندهم احتجاجات على وزاره التعليم وانهم رفضوا يحطوا الدراري النقاط في مسار يعني تتوافق يعني وزاره التعليم على المطالب ديالهم، يعني والراهين هما التلاميذ والاولياء. اخويا بالنسبه لي هذا الموضوع هذا راه كيضر في الخاطر والله. علاش؟ لان دابا التلاميذ والاولياء ديالهم باغيين يعرفوا النقاط ديالهم. هاد الاطفال هادو وهاد النقاط خصهم يكونوا خارج اللعبه. دابا هما عندهم يعني احتكاكات بيناتهم، عندهم امور ما واضحاش بيناتهم، يخليوا التلاميذ ويخليوا الاولياء ويخليوا النقاط خارج هذه اللعبه هذه. يصفوا الامور ديالهم خارج هذه اللعبه باش ما يكونش الضحيه. شكون الضحيه؟ دابا حنا راهم الاباء، الاولياء الاباء والاطفال والتلاميذ. هذا في الخاطر ملي كتبغي تدخل المسار اللي هو متاح لجميع الناس باش يعرفوا النتائج ديال ولادهم، كتدخل كتفاجئ بان النتيجه ما كايناش. وشنو سبب هذا الشيء؟ سببه هو الخلاف اللي كاين بين الاساتذه والوزاره ديال التربيه الوطنيه. فهذا الشيء هذا راه باين العمى اخويا، راه هذا الشيء راه ما خدامش صراحه، راه كيضر في الخاطر اقسم بالله. اللي هذا المشكل ما خصوش يوصل انه يؤذي التلاميذ، لان التلاميذ ما عندهم حتى شي دور في هذه المساله هذه، وخاص الدوله تلقى حل مع الاساتذه والاساتذه يجلسوا على الطابل مع الوزاره ديال التربيه والتعليم باش يلقاو حل، لان اللي كيضيع في هذا الشيء كامل هما الاطفال اللي هما ولادنا والمواطنين ديال المملكه في المستقبل. دونك هذا ماشي حل. انت احساس ديالك كأم دخلتي المسار بغيتي تشوفي النقيطات ديال ولدك وما لقيتيش النقطه؟ انا ما يعجبنيش الحال ندخل نلقى ولدي ما كاينش النقطه ديالو في المسار، لان هذا راه شي حاجه اللي هي ما مزياناش حتى للمستقبل ديال الاطفال ديالنا. قابل يعني انت كتقلب هنا، هذه حرفه ما بقاتش رساله، يعني خاصنا نحطوا المعايير كلها. انت ملي كتقلب على راسك قلب على فاش خدام بعدا اشنو كدير استاذ، يعني رسالتك هي مربي اجيال ماشي شناق او لا واحد كيدير الا ما عطيتينيش هذه الحاجه ما نعطيكش هذه الحاجه، ما كيديرش مقابل. مقايده ما كايناش في التعليم، لان التعليم رساله، التعليم راه كتوجه به امه، كتعطي واحد الجيل اللي خاصو يكون صالح للمجتمع. دابا الرهينه هما الاولياء والتلميذ. التلميذ بالدرجه الاولى، لان اولياء الامور كيقوموا معك بالمستحيل. والديك راه داروا معك اللي قدروا عليه، وصلوك حتى وليتي باغي تقرا، ولكن انت باغي تقرا عندك الرغبه، ولكن ما كتلقاش راسك طالع على اساس، كتلقى راسك ضحيه الاضرابات، ضحيه الوقفات الاحتجاجيه اللي كتضيع الوقت. دير خدمتك عاد طالب بالحق. حنا عندنا خلص عاد شكي، دابا دير خدمتك عاد شكي. حط النقاط عاد تشكي. انت كتمشي تخلص عاد كتشكي، علاش ما تحطش الناس النقاط ديالها والمجهود ديالها عاد تشكي؟ علاش انت كتفضل حقك على حساب حقوق الناس؟ اش بان لك يعني دابا الاساتذه دايرين احتجاج مع الوزاره ديال التربيه والتعليم انهم ما حطوش للدراري النقاط في مسار؟ انا كتبان لي من حقهم سانسيغمون، من حقهم انهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، ولكن ماشي على حساب التلاميذ. خاصهم يدفعوا نقاط المسار ديالهم، لان التلاميذ تيبغوا، الاباء تيبغوا النتائج في اخر السنه ديالهم. لان الا جينا نديرو هكا غنوليو نلعبو، غيولي عبث، وما غندخلو في العبث راه غنوليو في مشاكل اخرى من غير المشاكل ديال التعليم. غيولي الدري غادي يولي تنسميو حنايا الدري ما يبقاش باغي يقرا، غادي نوليو في الهدر المدرسي بوكو شو زعما. هادشي ما بغيناش نوصلو ليه. عندك مشكل سير ديريكتومون هضر على حقك، من حقك تهضر على حقك، ولكن ماشي على حساب التلاميذ. ما تخليهمش وما تعطيهمش النقاط في المسار ديالهم. دابا هو الدري مساكن اشنو مذنبهم؟ يخليو التلاميذ يخليهم ابار، ويخليو داك الحاجه تاعهم يخليهم مع الوزاره. مع الوزاره. هادشي في حق الاقتصاد يكون، والتلاميذ مساكن ما لهم حتى شي حاجه، ما لهم حتى شي ذنب، يخليو لهم النقط اللي بيعطيهم يعطيوها لهم. دابا انت كأم كتدخلي المسار وما كتلقايش النقاط ديال ولدك. لا كنحس واحد الاحساس يبقى فيا الحال، تيبقى فيا الحال، حتى انا راه ام يبقى فيا الحال. يعني ما خصهمش يديروا احتجاج على حساب التلاميذ. لا 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 ما خصهمش يديروها، بينهم وبين الوزاره، بيناتهم بينهم، والتلاميذ يخليهم ساكن ابار.